واكيد اكيد ما غاديش يعجبهم الحال اكيد. يعني راك سمعتي هذاك السيد شنو قال على الحق، ما بغا حيت ما بغيناش نعطيوها التورزاسيون ديال الخمر، مات الخمر واش الخمر في خميسات الله ينعل الشيطان، الخمر ما درتوش حتى في باريس غنديروه في خميسات. لا ما كنظنش، ما كنظنش زعما. شوفي هادشي مساله فيها حدود وصافي، الواحد كيخدم واحد الاغنيه مي سا ديبون على لو ستيل باش دارها، واش ستيل غير محلي او لا ستيل اللي هو كيمس يعني كيقرب لهم هما النوعيه ديالهم باش هما كيرحبوا به. سا ديبون سا ديبون. انا ضد هذه المساله، انا مغربيه كنبغي نحتفظ بتمغربيت ديالي، واللي بغى يسمعنا جات عتابو يسمعها بتمغربيت ديالها. انا جات عتابو المغربيه، ما يمكنليش انا نمشي ندخل المشرق باش نتسمى نتعرف في المشرق ولا نهائيا. هو ماشي عتاب للرجل، انا انا الهم ديالي هو الاسره تكون سعيده، يعني المراه والرجل. راه بعض المرات كنهاجم حتى المراه، تنقول لها شنو هادشي تديري مثلا في حق الرجل. يعني انا مع لو كوبل، ماشي مع المراه بوحدها وماشي مع الرجل بوحدو، والرسائل تاعي ماشي كتجي غير هكاك. يعني الرسائل انا كنتوصل برسائل من عند الناس، وداكشي اللي عندهم مشاكل تاعهم تيصيفطوا ليا، وكنختار مواضيع منهم وكنصاوب الموضوع هكا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.